أفضل موقع للاستثمار وربح عملة الدوكوين هو موقع دوجي بنك. موقع دوجي بنك من أفضل المواقع اللي تقدر تشتغل عليها وتربح عملة الدوكوين. يعتبر أنا محقق فيه 1500 دوكوين و30. الموقع ده أنا شغال عليه من 4 شهور واستثمرت فيه في الباقة الأولى والباقة التانية. الباقة الأولى كانت استثمارها 500 دوكوين، كان بيدي عرض خصم على ال1000 دوكوين، مثلا بتحط إيداع كان بيدي خصم 7%، وحتى الآن كان عامل العرض ده وانتهى وممكن يعمله مرة تانية. طريقة التسجيل في الموقع سهلة، انت بتدخل على الموقع وتقدر تسحب منه. طريقة التسجيل في الموقع سهلة، انت بتضغط على نيو ريجستر، بتسجل ايميل وباسورد، وبعد كده بتدخل بنفس الايميل والباسورد اللي انت حطيته في الاول. بعد كده بتقدر تشتغل على الموقع. بصوا، اول حاجة هنا الداشبورد بيديك، لو انت داخل لسه جديد بيديك باقة مجانية لمدتها 40 يوم بالظبط، انت تقدر تستغلها وتربح منها. عايز تستثمر في الباقة الاولى والباقة التانية، وانصحك في الاول تستثمر في الباقة الاولى اللي هي ب500 دوكوين. ده برضو الافلييت بتاع الموقع، انت تقدر تربح من الموقع مثلا عن طريق الدعوة. انت مثلا بتدعي حد مثلا واستثمر في الموقع، بتربح من عملية الاستثمار اللي هو عملها في الموقع، والاستثمار فيه هو موقع دوجي بانك. طريقة التسجيل وطريقة السحب هنعملها في الموقع، وهوريكو ازاي انا حققت 1500 دوكوين من الموقع ده. الموقع ده تقدر تستثمر فيه بمبالغ بسيطة في الاول، وبعد كده تقدر تستثمر بمبالغ اعلى. انا لما جيت استثمرت في الموقع، استثمرت في الباقة الاولى والباقة التانية، وكان الموقع حاطط يعني بونص، البونص برضو هكلمكم عليه. شرحت الموقع ده اكتر من مرة وعملت عليه اثباتات سحب، ممكن يبقى 5 اثباتات سحب، والموقع شغال وبيدفع حتى الان، بس هو يعني الربح بتاعه بسيط لحد ما، لكن هو موقع بيدفع وارباحه كويسة. تمام، مش ارباح عالية لكن ارباح كويسة، يعني تقدر تستثمر فيه وتبتدي الربح من الموقع. انا لما باجي اسحب بسحب يا اما على المحفظة دي يا اما على المحفظة دي. تمام، ده طبعا المبلغ اللي انا محققه من الموقع ده فقط، بجانب طبعا المواقع اللي هي مثلا اللي هو بوت دوكوين. برضو هعمل لكم اثبات سحب عليه، يبقى كده عملنا اثبات سحب للموقع ده والموقع بتاع البوت دوكوين. هنعمل سحب دلوقتي على الموقع ده، وبعد كده اقول لكم طريقة السحب على موقع الدوكوين. اول حاجة هنعمل على كلمة وزدرو. تمام، هناخد الكمية اللي هو بيقول لي عايز الادرس، هنسحب على المحفظة دي، بتجيب الادرس بتاعها كده. تمام، وناخد كوبي كده، وبعد كده هنروح على الموقع ده. او اقول لكم حاجة برضو، نسحب على الموقع ده، يبقى عملنا اثبات ايداع واثبات سحب، يعني عملنا ايداع فيه وعملنا سحب منه. تمام، هناخد العنوان ده. تمام، وهنحطه. تمام، خلي بالكم برضو من حكاية العناوين دي، لان اي حرف او اي كلمة يعني ممكن ما تستلمش الفلوس بتاعتك. بيقول لي الحد الادنى في السحب هو 4 دوكوين، انا معايا 25. تمام، 25 دوكوين، هنسحب ال25 دوكوين دول. تمام، هنروح نعمل وزدرو، هنعمل كونفيرم، يبقى احنا هنسحب على موقع الدوجي بنك. تمام، هنعمل كونفيرم كده. تمام، هو كده تم السحب. هنشوف كده البالانس. تمام، او الصفر
اللي احنا سحبناه. تمام، هيجي لنا دلوقتي ايداع بالمبلغ ده على الموقع، يعني هيبقوا 400 دوكوين، لان دلوقتي معايا 85، يعني هيعدوا 400. تمام، واحنا بنتكلم على الموقع ده هيتم الايداع في الموقع، وانا هسحب على موقع الفري دوكوين اللي انا معايا رصيد وهثبت لكم برضه سحبه من الموقع ده كمان. طريقة الشغل على الموقع ده، انت يا اما بتستثمر يا اما بتشتغل على الباقة المجانية، يا اما ممكن تشتغل على الافليت اللي هو ال دعوة الأصدقاء، إن أنت مثلا ممكن تدعي مثلا صديق عايز مثلا يربح من عملة الدوكوين، ممكن بتاخد بتعمل كوبي كده للأدرس ده، وبعد كده بتبدأ تنشر الموقع ده في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. كمان تقدر تربح منه عن طريق التسويق، لو أنت مثلا عندك قناة تمام وعدد مشتركينها يا إما 500 مشترك، يا إما 1000 مشترك، يا إما 10,000 مشترك، لو أنت من الناس دي تقدر تربح منه مبالغ كويسة جدا. أول حاجة هو بيوزع على 500 مشترك 500 دوكوين، والألف مشترك 1000 دوكوين، وال10,000 مشترك بيوزع عليه 5,000 دوكوين. موقع رهيب وجميل جدا، وانا عملت يعني كذا مرة خدت منه 1000 دوكوين، وخدت منه يعني اعتبر انا مجمع منه 2000 دوكوين من غير ما او يعني من غير مثلا موضع في الموقع. يعني انا مثلا ممكن تقول ارباحي دي مثلا واخدها منه مجانا. تمام، موقع جميل جدا تقدر تستغله عن طريق الاستثمار او عن طريق. تمام، هنروح على موقع برضو الفري دوكوين عشان برضو يبقى اتكلمنا عن 3 مواقع لربح الدوكوين. انت كل اللي انت هتعمله في الموقع ده، انت بتسجل برضو ايميل وباسورد، وبعد كده بتعيد الباسورد، بعد كده بكل ساعة بتدخل تعمل رول مثلا زي الرول ده كده، تحل مثلا الكلمات دي، وبعد كده بتضغط على كلمة رول، هو بيديك المبلغ هنا. وعشان بس هنا تعالوا نعمل اي ام نوت اربوت لود كده لموقع دوكوين. زي ما انتم شايفين لما عملنا ريلود وصل لي السحب من البوت اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه. نعمل اثبات سحب على موقع الفري دوكوين هنا بالمبلغ ده. احنا عندنا هنا في البالانس 410. تمام، هنعمل كده تيكت من هنا ومن هنا، وهنضغط على كلمة ويزدرو، هناخد المبلغ بالكامل كده، هنضغط على كلمة ويزدرو وهنحط الأماونت، وبعد كده هنروح على موقع فري دوكوين وهنضغط على كلمة ديبوزيت، وهناخد العنوان ده كده كوبي، وهنروح لموقع دوكوين بنك، وهنسحب من الموقع ونشيل مثلا الفواصل اللي هي بتبقى في الآخر دي، هنضغط على سند أماونت. زي ما انتم شايفين تم السحب من الموقع. هننتظر السحب على موقع الفريدو كوين، وبعد كده هسحب من موقع فريدو كوين على المحفظة اللي احنا شغالين عليها. زي ما انتم شايفين كده وصل السحب على محفظة دوكوين بالمبلغ اللي احنا سحبناه. احنا كنا سحبين 411 دوكوين، هو قطع 2 دوكوين عشان الفي اللي بياخده عملية التحويل. تمام، موقع جميل تقدر تستفاد منه، موقع دوكوين بنك. أنصح بالناس اللي هي تستثمر فيه مبالغ قليلة. أنت ممكن تشتغل على الباقة الأولى أو الباقة التانية. أي استفسار وأي تعليق سيبه أسفل الفيديو. أنا معكم استثمار عرب، شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.